السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الله يعطيكم العافية جميعا، معكم أخوكم أسامة جمران من فريق وايكوف. طيب يا جماعة، بداية أنتم المتابعين للقناة بيعرفوا أنه إحنا هدفنا الأساسي تعليمي، هدفنا الأساسي أنه نرتقي بمستوى المتداولين، نحاول نعطيهم أفكار جديدة باستمرار لحتى نساعدهم على التداول بإذن الله بأنفسهم. اليوم أنا حبيت أعطيكم استراتيجية بسيطة تعتمد على مؤشر الـ RSI اللي هو مؤشر القوى النسبية بالإضافة إلى المتوسطات. الفكرة بالاستراتيجية إيش؟ أنا نزلت متوسطين على مؤشر الـ RSI اللي هن متوسط 10 البسيط ومتوسط 21 البسيط. أيضا نزلت نفس المتوسطين على السعر اللي هن الـ10 والـ21 مثل ما شايفين هون مكتوبين Moving Average 10 و Moving Average 20. طيب الاستراتيجية بتقول إذا تقاطعوا المتوسطات على المؤشر إلى أعلى وتقاطعوا المتوسطات على السعر إلى أعلى والسعر كان فوق المتوسطات والـ RSI فوق المتوسطات، فهذا الأمر فيه إيجابية. الوقف وين بيكون؟ بيكون آخر قاع، ولنفرض أنه هنا تحققت شروط، فالوقف هو آخر قاع موجود عندنا. الهدف إيش بناخذ الهدف تبعنا؟ الآن طالما المؤشر تبع الـ RSI عم يوصل إلى فوق الـ70، فالسعر يعد بقمة أعلى. إذا بدأ المؤشر يعمل لي قمم هابطة زي هيك، خلاص يعني من هنا، من لما عمل لي قمة هابطة، فأنا هنا صارت إشارة خروج عندي من الصفقة. طيب الاستراتيجية تقدر تعملها مؤشر خاص عن طريق إضافة مؤشر، إنشاء مؤشر فني جديد، إنشاء مؤشر فني جديد، كتابة معادلة المؤشر، فيك تسميها الاسم اللي بدك إياه، مثلا سميناها RSI MA Bullish. تمام، بترجع انت بتاخذ المعادلة اللي موجودة تلصقها هنا، من ألوان وأنماط المؤشر تختار مخصص، القيمة يساوي الواحد، حط صورة أو أي شيء أسفل، واختار الصورة اللي بدك إياها كائنا ما كان، وبتقول له موافق. طبعا أنا ضايف المؤشر اوريدي، فلذلك ما حضيفه، هحذف هذا المؤشر الأخير. نسيت أقول لكم بس إنه بتضغط هنا على استخدام المعادلة كمؤشر خاص في الاستراتيجية الفنية بهذه النقطة تماما، حتى تقدر تستعملها كمعادلة بالاستراتيجية الفنية. هلا مجرد ما أضفنا المؤشر الخاص، صار إحنا بنقدر نبرمجها كمعادلة بالاستراتيجية الفنية. مثل ما شايف هنا أعطاني دخول. إذا حتى نظرنا لتحقق الشروط، أنا صار في عندي سابقا تقاطع هنا للمتوسطات، الـ RSI فوق المتوسطات، تقاطع للمتوسطات على السعر، السعر فوق المتوسطات، فأعطاني إشارة دخول. وين أنا الوقف تبعي؟ الوقف تبعي هنا. طيب طلعت أنا، حققت قمة جديدة، صار الوقف تبعي هنا من لما تشكل هذا القاع الجديد. رجع أعطاني إشارة ثانية هنا، ممكن أنا أزود كميات هنا وأنقل الوقف تبعي للصفقات السابقة إلى هنا، وبطلع مع السعر. رجع السعر أعطاني قمة جديدة وأعطاني قاع جديد ورجع صعد من هنا، خليت الوقف تبعي هنا، مع العلم إنه هنا بدأ المؤشر يعطيني قمم هابطة، لكن وصوله إلى فوق 80 هذه إشارة إيجابية. أنا إمتى بطلع؟ بطلع لما السوق بيخرجني حرفيا، إنه إذا أنا انضرب عندي القاع السابق أنا أوريدي بالربح، ورجع هو أعطاني إشارة ثانية هون وصار ممكن أزود كمية هنا. طيب إمتى بطلع؟ أنا هنا هذه كانت إشارة خروج، كان ممكن أنا أخرج لأنه عمل لي قمم هابطة، يعني أنا فعليا عند هذه القمة كانت إشارة خروج بالنسبة لي. إذا أنا حبيت أخاطر وأشوف، خلاص صار عندي أنا بعد هذه الإشارة الجديدة اللي اشتريت هنا وصار عندي الوقف
هذا القاع مجرد ما كسر لي القاع هذا هنا، يعني مثل ما شايفين هنا هذا القاع أخفض من هذاك القاع، فإذا أنا بكون خرجت من الصفقة. طيب الآن راح نروح على فكرة شارت لايف، نروح على أدوات استراتيجية فنية، نقول له جديد، إنشاء استراتيجية فنية جديدة، كتابة معادلة الاستراتيجية مثلا، بنقول له RSI مثلا، نقول له موافق. الآن مؤشر خاص، بنروح على المؤشر اللي برمجناه، القيمة الحالية أكبر من الصفر فقط لا غير. طبعا الفاصل نختار الفاصل اللي احنا نشتغل عليه، اذا انا كنت مضارب يومي او ساعة او اسبوعي حسب الشغل اللي انا بشتغله، وبقول له موافق. تم حفظ الاستراتيجية بنجاح، هل تريد اضافتها للشاشة متابعة الصوت المستخدمة؟ بنقول له نعم. بنلاقي انه الاستراتيجية ضيفت هنا، هلا هو عم يعمل سكان في عندي انا حسب الاستراتيجية، فرصة وحيدة هنا على العربي، البنك العربي رمزه 1080، خلينا نشوفه على مركز الرسم البياني. نعم الاستراتيجية متحققة، هي كانت حتى متحققة من هنا من لكن التقاطع على المتوسطات تبع مؤشر الـ RSI بدأ هنا، فلذلك هو أعطاني إشارة دخول هنا. الاستراتيجية مثل غيرها، في إلى نسب نجاح وإلى نسب فشل، يعني كويس إنه إحنا شفنا هذا هون، هون عاطينا هو إشارة دخول، والسعر كسر القاع السابق، القاع السابق كان هون بالنسبة إلي الوقف. هون أعطانا إشارة دخول، السعر صعد لكن ما كسر القاع إلى هنا، إلى النقطة الثانية اللي فشلت معها. طبعا كان واضح على مؤشر الـ RSI إنه السعر عم يعمل قمم هابطة. في نقطة أساسية بالنسبة للدخول، أنا ما بدخل إذا كان المؤشر عامل لي قمم هابطة، وإنما بدخل إذا كان المؤشر عامل لي قيعان صاعدة وليست قمم هابطة. لذلك إنه أنت بتطلع عندك الاستراتيجي بالتصفي هذا أمر جيد، لكن لا تدخل على الاستراتيجي إذا كان المؤشر عم يعمل قمم هابطة مثل الوضع اللي شفناه هون. يعني حتى مع إنه هذه الإشارة هون جابت ممكن 3% أو 5%، لكن لا، حتى هي المفروض مع إغلاق هذه الشمعة جابت 2%، لكن أنت أكيد ما راح تعرف إنك لازم تطلع هنا. فلذلك كان سابقا مؤشر عامل قمم هابطة مش أفضل حاجة بالنسبة للدخول. الاستراتيجية هي استراتيجية اتجاه، يعني تعمل في الاتجاهات الصاعدة، لما بيكون في عندك اتجاه صاعد هي بتعطيك أفضل مناطق الدخول بالسعر. يعني هي أعطتك هون الدخول هنا عند هذه الشمعة، عند الإغلاق هذا. هذا اللي كنت حابب أقول لكم إياه، مثل ما شايفين هنا بعد التصحيح البسيط أعطيتك أمر دخول. أتمنى أن يكون أفدتكم وقدمت لكم شيء مفيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.